ما تم مساء اليوم على مستوى ولاية أمن مراكش إعطاء الانطلاقة الرسمية لاشتغال وحدة القيادة والتنسيق وفرقة متنقلة لشرطة النجدة. هي خطوة تهدف من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز معايير الفعالية وضمان السرعة في تدخلات مختلف التشكيلات الأمنية العاملة بالشارع العام، وكذا عصرنة أساليب وقنوات استقبال نداءات المواطنين عبر قنوات الاتصال. شرع العمل على صعيد ولاية أمن مراكش بتفعيل قاعة القيادة والتنسيق، كذلك الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة. هاتان الوحدتان التي أنشئتا حديثاً على صعيد هذه الولاية، الهدف منها هي تحقيق الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين عبر الخطوط 19، كذلك من أجل تفعيل تقريب الإدارة من المواطنين.